اوكي، خلينا ندردش كده شويه. انا حابب اعرف مبدئيا كده، انا اسمي مهندس اشرف هشام، انا خريج ميكاترونكس، والماده دي تقريبا انتوا واخدينها برضو من ميكاترونكس، فهي ممكن تكون ماده تقيله عليكم شويه. اللي انا انتوا سامعيني كويس صح كده؟ صوت واضح. عظيم. انا كنت حابب ان انا اشتغل معاكم الماده دي اوفلاين مش اونلاين، يعني نظرا لان هي فيها، يعني عشان تتفهم قوي، عشان فعلا الموضوع يبقى افكتيف معاكم وتحس فعلا انت درست حاجه ذو قيمه، يعني انا كنت عايز الموضوع ده يبقى اوفلاين. ليه؟ لان هو انا كنت عايز اطبق لكم الكلام ده كمان عملي، حتى لو الماده ما فيهاش عملي، فانا على الاقل كنت عايز اجيب لكم حاجات تبقى قدامكم كده تعرفوا هي دي الستيب فانكشن، هي دي اسمها الرامب مثلا، هي دي اسمها ازاي اعمل ماثيماتيكال الموديل، كل ده يبقى قدامك قدام عينيك، ما يبقاش بس هو عباره عن حاجه كده قدامك وخلاص، بتاخد يعني ايه ماثيماتيكال الموديل، يعني ايه حاجه كده وخلاص كده. فانا ما كنتش حابب ده، لكن للاسف مواعيدكم يعني كانت صعبه معايا، فانا حبيت ان انا ما اتاخرش عليكم، لان في ناس من زمايلكم اشتكت ان احنا اتاخرنا في المنهج، يعني رغم ان انا عايز اقول لكم ان الماده سهله جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل يعني. فانا كنت حابب الموضوع يبقى افكتيف يعني شويه عن كده، عن الاوفلاين عن الاونلاين يعني، وان احنا كلنا ورا كاميرات او ورا شاشات بس. اوكي، خلينا نستارت كده الموضوع، نعرفكم يعني ايه الكنترول ومميزات الكنترول لمهندس انتاج على فكره انا اخويا انتاج على فكره، ووالدي انتاج، فانا بقدر جدا بتوع انتاج وعارف هم محتاجين ايه، يعني انا شايف هم محتاجين ايه في المصانع وفي الشركات والحاجات دي كلها. فانا لما هتكلم معاكم من منظورهم، هم من منظور ناس شغاله في المصانع وفي الشركات وفي مصانع مالتي ناشونال وفي ناس مسافره، واقول لكم انتوا هتحتاجوا الكلام اللي انا هقوله ده في ايه. في حاجات مش هتحتاجوه هقول لكم ده مش هتحتاجوه على فكره، في حاجات تانية هتحتاجوه هقول لكم يا جماعه الموضوع ده مهم خلي بالكم منه. كنترول ثيوري، الفكره في الكنترول ثيوري ان انا عايز اعمل كنترول على حاجه معينه. حد يعرف يقول لي كده يعني ايه كنترول ثيوري، او يعني ايه كنترول اصلا؟ بصوا، انا اهم حاجه الله يكرمكم ان احنا عايزين يبقى اوبن ديسكشن، ما يبقاش الموضوع بس ايه وان واي، او انا بس اللي بتكلم وانتوا لا. يعني خلونا كده، على فكره يا جماعه انا مش كبير، انا يعتبر انا اخوكم عادي خالص، فمحدش يتكسف، محدش يعمل اي حاجه، انا مش زعلان ابدا ان انتوا اشتكيتوا على فكره، بالعكس انا اللي قصرت ان انا كنت عايز ابتدي معاكم اوف لاين، لكن انا ما لحقتش، وبعدين حصل بقى مشكله بتاع باشمهندس محمد سعيد ان هو كان المفروض يبدا وبعد كده سافر وساب الدنيا كلها وسافر، فانا اصلا ما كنتش هكمل في الماده دي. فبالعكس انا بحب الكنترول جدا، وحابب الناس كمان بتاعت انتاج يكونوا حابين الكنترول عشان يتعلموا منه، اللي فعلا هيفيدكم كتير قوي. فايه لازمه الكنترول ثيوري اصلا، او بنعمل بيها ايه، او يعني ايه كنترول ثيوري اساسا؟ ممكن أجاوب باشمهندس؟ يس شور، طبعا يس، أتمنى. هو اللي فهمته من الدكتور ان كنترول ان انا بعمل دايرة فيدباك، ان انا اتحكم بميكانيكال سيستم او سيستم عامة، يعني جميل. ان انا اشوف الاوتبوت وادجست الانبوت اللي داخل له عشان يطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزه، او الريفرنس اوتبوت اللي انا عايزه. جميل فانا أوي. السيستم بتاعي بيبقى عبارة عن انبوت بروسيس مثلا واوتبوت وفيدباك للاوتبوت ده، فده اللي شرحه لنا الدكتور. اوكي ماشي، خلينا نتفق اتفاق. انا عشان ابني بيت لازم، عشان تبني بيت لازم الاول ترسم الرسمه، تروح لمهندس معماري يرسم لك الرسمه ويقول لك والله البيت ده عايزه من كام دور، عايزه يتكون من ايه، عايز الاوض تبقى كام، الشقق كام اوضه، كام حمام، كام مطبخ، كام مش عارف ايه، الحاجات دي كلها. خلاص عملنا اللي احنا عايزينه، يبتدي يقسم بقى.
بعد ما بتبتدي تقسم بعد كده بتروح للمقاول، المقاول يشتغل. طب ايه الكنترول في الموضوع ده يعني؟ الكنترول في الموضوع ده زي بالظبط ما يكون عندي موتور وعايز اتحكم في سرعته، ايه اللي هيحصل؟ هحط عليه انكودر، تمام؟ احط عليه انكودر عشان يعمل ايه؟ الانكودر ده هو عباره كده عن الموتور بيلف اكس بيلف كده، وبحط عليه ايه؟ حاجه اسمها انكودر. الانكودر ده بيعمل ايه؟ عشان اتحكم في سرعته واشوف اصلا السرعه دي بتقول ايه؟ فهنا هتقابلني مشكلتين. اول مشكله ان انا مش عارف الانكودر ده هيقف امتى، سوري، انا مش عارف الموتور ده هيقف امتى. يعني انا كده هجيب موتور واحط عليه انكودر، طب حلو انا عرفت سرعته، يعني انا كده دلوقتي قست سرعه الموتور. طب هل انا عرفت اتحكم في سرعه الموتور؟ ما هو ده سنسور اهو. هل انا كده عرفت اتحكم في سرعه الموتور؟ لا. طيب بلاش، جبت نفس الموتور وراكب عليه نفس الانكودر ده، وانا اصلا عايزه يشتغل 50 ار بي ام، وهو اوريدي شغال 50 ار بي ام خلاص، فانا اتبسطت، جيت قمت حاطط الموتور ده محمل عليه سير، ايه اللي حصل؟ سرعته هتقل، حطيت حملت عليه سير فسرعته هتقل، فشكرا كده خلاص، فبقيت محتاج انا ازود الباور، هزود الباور عن اللي هو داخله عشان يزيد ال 50 ار بي ام دول. جه مرة واحدة السير اتشال، سرنا التحميل من عليه، شلنا التحميل من عليه، فايه اللي حصل؟ فقت السرعة بقت اكتر من 50 بكتير قوي، فاجري يكلم عم هشام ويكمل اكلم عم مين عشان خاطر يلحق يقلل الباور عن الموتور، عشان الموتور كده بيلف على الفاضي. ما بقاش فيه الكلام ده، زمان كان فيه الكلام ده، دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. الفكرة كلها عشان اعمل كنترول صح، انا بحول السيستم اللي قدامي لماثيماتيكال موديل نظريا، نظري في كل حاجة، أنا بحاول كل حاجة نظري، بعد كده بدرسه وأروح أطبق. بمعنى إيه؟ بمعنى بالظبط إن أنا لو عندي، أنتوا عارفين دايرة الأردوينو والكومبوننت والريزيستنس مثلا والأداة والحاجات دي، ولا مش عارفين الحاجات دي؟ ماشي تمام. تمام حلو جدا. انا بالظبط اكني عايز اشغل لمبه ولمبه واردوينو مثلا وليد وريزيستنس، فقمت رايح جايب مثلا ريزيستنس 10 كيلو، رحت جبت الليدايه ورحت جبت بطاريه 12 فولت وقمت مشغل، لقيت الكلام ده كله ما اشتغلش. طب وبعدين ليه بقى؟ عشان انت ما عملتش كنترول صح، عشان ما عملتش ماثيماتيكال موديل صح. يعني ايه الكلام ده؟ برضو انا لازم قبل ما اشتري الكومبوننت بتاعتي دي لازم اروح على الاول اجرب نظري، هرسم الدايره نظري وهطبق على كل حاجه نظري، ومجرد ما اوصل للحاجه اللي انا عايزها مظبوط او رايح على طول مطبقها ايه في العمل. وهو ده الكنترول، ان انا بعمل ماثيماتيكال موديل للحاجه اللي قدامي، بعد كده اروح اشوف انا عايز اعمل عليها كنترول بايه وازاي. يبقى الغرض من كل ده ان انا عايز اوصل لماثيماتيكال موديل. طب حلو قوي، يبقى احنا لازم ندرس السيستم ثيوريتيكال في ماثيماتيكال موديل، بعد كده نطبق عليه براكتيكال اوبريشن. طب احنا عندنا كده كم مصطلح عايزكم تعرفوه كويس قوي، ما تتلخبطوش، ايه ما تتلخبطوش فيه. الكنترول ثيوري، ماشي، حلو قوي. في ثلاث مصطلحات بالظبط عايزكم الاول كده ايه ندردش فيهم، ما تقلقوش يا جماعه، انا بس في الاول بديكم كده انترودكشن وبعد كده هنخش في المسائل مع بعض، ما تقلقوش. انا عارف ان السكشن كله بيبقى المفروض ان انا داخل احل مسائل الكلام ده، بس ما تقلقوش يعني انا هحل والامتحان سهل وما تقلقوش والدنيا كلها بسيطه جدا. حلو قوي، عندي بالظبط ثلاث كلمات، عندي حاجه اسمها البلانت، خارج منها حاجة اسمها controlled output، حاجة اسمها controlled input، وعندي بقى مصطلح تاني اسمه system، وعندي disturbance، وعندي البلانت.
هم دول 3 مصطلحات انا عايزكم تاخدوا بالكم منها. الماده ما فيهاش نظري، بس لو فرقتوا ما بين الحاجات دول هتفهموا الدنيا. سيستم يعني ايه سيستم؟ سيستم هو عباره عن كومباينيشن من حاجات كتير قوي. يعني انا جبت شويه حاجات كده، جبت طياره، الطياره متكونه من ايه؟ من الوفات الاجزاء مثلا او مئات الاجزاء. جبت الطياره دي وقعدت اركب فيها حاجات كتير قوي. طب لو مسكت جزء واحد منها وهو ايه؟ وهو مثلا المروحه بتاعتها، او المروحه دي كده اسمها البلانت، يبقى السيستم بيتكون من مجموعه من البلانتس. البلانت ده اسمه سيستم او سب سيستم لوحده. تعال نمسك البلانت ده. البلانت ده بيتكون من ايه؟ البلانت والله والله بيقول لك بيتكون من حاجه اسمها اكشويتر زائد بروسيس. ايه الاكشويتر وايه البروسيس؟ الاكشويتر ده الموتور اللي بيحرك الفان دي، والبروسيس العمليه اللي انا بتحكم فيها في الموتور. يعني الموتور ده اللي راكب ده بتحكم في ايه؟ في سرعته، عشان خاطر يديني بروسيس معينه اللي هي طياره تطير. فبالتالي البلانت كله اسمه ايه؟ البلانت كله اسمه ايه؟ اسمه الدي سي موتور بتاع او الفان بتاعت الطياره. الفان دي متكون من حاجتين، من اكشويتر ومتكون من بروسيس. الاكشويتر ده اللي هو الموتور نفسه، الاجزاء الداخليه بتاعته والجزئين والشق المغناطيسي والحاجات دي كلها، والبروسيس دي العمليه اللي انا اصلا بتحكم فيها. تمام؟ حلو. يبقى احنا كده لما هنيجي نتحكم هنتحكم في بلانت، مش هتحكم في اوفرول سيستم. لو هتحكم في اوفرول سيستم كده الموضوع هيبقى كبير قوي عليا. يعني كده هتبقى برضه هي كنترول وكل حاجه، بس احنا بنبدا الاول ان احنا نعمل كنترول على بلانت، وبعد كده نتحول ايه؟ ان انا اعمل كنترول على السيستم كله. تمام، حلو جدا. خلونا ندردش في حاجه ثانيه صغيره قوي، الكلاسيفيكيشن اوف كنترول سيستم. ايه الكلاسيفيكيشن اوف كنترول سيستم دي؟ انا علشان اتحكم في الكنترول في السيستم اللي قدامي لازم الاول افرق ايه هي اصلا الكلاسيفيكيشن بتاعته، او بيعمل ايه، او لازمته ايه. يعني بصوا احنا عندنا بالظبط 7 انواع من الكنترول سيستم. انتوا معايا صح؟ احنا ميك شور بس ان الانترنت كونكشن تمام. لا تمام. اوكي، عظيم جدا. انا عشان اعمل كلاسيفيكيشن لكنترول سيستم احنا عندنا 7 انواع، او الناس بتوع كنترول صنفوا الكنترول سيستم ل7 انواع. احنا هناخد منهم نوع واحد بس. انتوا سمعتوا عن حاجه اسمها الاوبن لوب والكلوز لوب سيستم صح كده؟ ايوه. حلو قوي. احنا عندنا 7 انواع تانيين بقى اللي احنا ندرسهم منهم حاجه اسمها الاوبن لوب and the closed loop system. يعني ايه الكلام ده بقى؟ وايه اصلا هي الانواع التانيه دي؟ الانواع التانيه برضو اللي علمكم هي حاجه اسمها time varying و time invariant، وحاجه اسمها linear و non-linear، حاجه اسمها continuous و discrete، حاجه اسمها deterministic و stochastic، حاجه اسمها single input single output، وحاجه اسمها multi input multi output، حاجه اسمها اوبن لوب، حاجه كلوزد لوب. احنا هناخد الابسط واحد فيهم اللي هو اوبن لوب وكلوزد لوب. حلو، يعني ايه اوبن لوب ويعني ايه كلوزد لوب بقى؟ حد يعرف يقول لي؟ الاوبن لوب سيستم يعني ايه الاوبن لوب سيستم؟ هو ممكن اسمها تبقى دائرة مفتوحة ودائرة مغلقة، بمعنى إن يا إما بحتاج input أو control من حاجة خارج السيستم بتاعي، أو closed loop إن السيستم بتاعي قائم بنفسه. تمام، بالظبط كده. أنا في الأوبن لوب أنا بشغل واعتمادي على ربنا بقى، يعني وعلى مهارتك أنت بقى يا باشا. يعني انا دلوقتي عايز اشغل موتور مثلا ب 50 ار بي ام، يعني التارجت بتاعي ان انا اشغل موتور ب 50 ار بي ام. ماشي، انا عشان اشغل الموتور ب 50 ار بي ام دي فقمت جايب هنا كنترولر حلو كده. ماشي،
وقمت حاطط هنا الموتور او البلانت بتاعك، وقمت مديله هنا مثلا حاجه اسمها الريفرنس انبوت. ايه الريفرنس انبوت دي؟ الريفرنس انبوت دي الريفرنس انبوت او الحاجه المبدئيه اللي انا بديها للكنترولر بتاعي. مثلا ده لو اردوينو مثلا، خلينا نفترض ان ده حاجه اسمها اردوينو. اردوينو ده عباره عن حته بورده كده، حته كنترولر صغيره كده ملوش اي لازمه. الاردوينو ده مثلا قلت للبلانت بتاعي اللي هو الموتور، قلت له انا هديك 5 فولت، فوالله الموتور قام مطلع لي 30 ار بي ام. طيب حلو قوي، قمت حاطط، قمت معدل شويه في الكنترولر بتاعي ده لحد ما بقى 50 ار بي ام. حلو، دلوقتي انا كده عمال اتحكم في الفولت. طب افرض جيت مثلا زي ما قلت لكم في الاول، مسكت العمود بتاع حملت العمود بتاع الموتور ده، ايه اللي حصل؟ السرعه هتقل، انا عايز اوصل ل 50، فاجري اجري يا عم هشام او اجري يا عم مش عارف مين، غير لنا والنبي في سرعه الكنترولر. طيب شلت التحميل، الموتور سرعه الموتور زادت، فبقيت عايز اعمل ايه؟ بقيت لو النبي روح قل دلوقتي ايه السرعه عشان خاطر الموضوع ما يفلتش مننا، وعشان خاطر الموتور ما يفوتش مننا. حاضر. طب وبعدين بقى ايه لازمه الاوبن لوب سيستم؟ الاوبن لوب سيستم ده انا بستخدمه في حالات معينه. يعني عايز اقول لكم 90% من السيستمز اللي موجوده في المصانع والشركات والحاجات دي هتبقى كلوزد لوب سيستم. طب امتى بلجأ للاوبن لوب؟ لو انا عندي السيستم اللي قدامي، انا عارف ان انا الدخل اللي هديهوله ده هيطلع لي الاوتبوت اللي انا عايزه. لكن والله لو اديته اي انبوت تاني، خلاص هيبقى بالنسبه له الموضوع ايه؟ مش افكتيف، او انا مش عايز اصلا الانبوت التاني ده. انتوا معايا صح؟ اه تمام. اوكي. وانتوا خلاص كده اللي هم احنا قلنا اللي هم 32 عادي خلاص مظبوط. فاسمنا بقى ناخد الاتندنس 37. اوكي عظيم. اما الكلوز لوب سيستم، انا عشان خاطر اتحكم بقى واعمل كنترول بتاعي مظبوط والكلام ده كله، لا انا لازم اشتغل بحاجه اسمها الكلوز لوب سيستم. ايه الكلوز لوب سيستم ده؟ انا عندي هو نفس الكنترولر اللي هو الاردوينو مثلا. على فكره برضو يا جماعه، انا هحاول اشتغل واوريكم يعني المسائل اللي احنا هنطبقها دي، هحاول اوريها لكم يوزنج كاميرا يعني، وان شاء الله الموضوع يبقى افكتيف معاكم يعني، عشان ما تبقاش الموضوع كله نظري بحت كده. تمام. فانا كل اللي عندي هي الريفرنس انبوت بتاعتي ال 5 فولت مثلا اللي انا مديها له. بعد كده قمت مطلع على الخارج مثلا، طلع لي حاجه اسمها السي اوف تي. السي اوف تي ده اللي هو الخارج بتاعي، هنعرف يعني ايه التايم دومين والاس دومين والحاجات دي كلها. وانا قمت واخد هنا كده حاجه اسمها ايه، قمت مركب على الموتور ده انكودر. الانكودر ده قام رجع لي فيدباك. حلو قوي. انا قمت واخد الفيدباك ده مدخله على على الكنترولر تاني من الاول وجديد، وقلت له اول ما الموتور بقى 30 ار بي ام مثلا، خد بالك خد بالك 50 ار بي ام دي مش 30 ار بي ام دي مش اللي عايزها. فالكنترولر بشويه فانكشنز كده جواه عبيطه جدا، هو بيقوم ايه معدل نفسه. طب الفانكشن زادت، السرعه زادت عن 50، برضو الكنترولر بيقوم معدل نفسه وظابط الايه السيستم بتاعك على اللي هو عايزه. يعني باخد الخارجة على طول اصلا من الكنترولر. طب هل ده ينفع؟ إيه سوري، باخد الخارج اللي هو الاوتبوت ده، اللي هو سي اوف تي، باخده على طول ومرجع لك الكنترولر. طب الخارج ده اصلا لو سبيد، هل ينفع ارجعه على الكنترولر تاني؟ يعني الخارج عندي اهو اللي هو النقطة دي، النقطة دي مثلا خارجة لي سبيد، ده موتور، هل ينفع ارجعها على طول كده للاردوينو او للكنترولر بتاعي سبيد، ولا لازم احولها؟ لازم يكون في سنسور رئيس السرعة واديها سيجنال للاردوينو. بالظبط كده. فانا لازم ان اللي قدامي ده، الحاجة اللي قدامي دي اللي هتحول السرعة دي، لازم يكون بيحول السرعة من حاجة لحاجة، او مش بس سنسور بيقيس، لا ده انا عايز كمان سنسور، وعايز كمان دايره بتحول الفينومي دي، الفينومينا اللي هي اسمها السبيد، تحولها لي للفولت عشان خاطر والله اقدر، عشان اقدر اقيسها. غير كده انا اسف مش هقدر اقيسها لك يعني.
انما ادخل لك سبيد على الكنترولر هعمل بيها ايه. حلو. طب ايه هي بقى الريفرنس انبوتس بقى اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل عليها او اللي احنا متعرفين عليها عامه؟ احنا كان نعمل بقى ايه؟ ماشي. طب ايه هي بقى الستاندرد؟ بعد اذن حضرتك يا باشمهندس، هو كان في disturbance فوق حضرتك كنت كاتبها وقال المفروض ده بقى عارف. ال disturbance دي هي عباره عن ايه؟ لو في حاجه اسمها ال disturbance internal وحاجه اسمها disturbance external. يعني ايه الكلام ده بقى؟ لو في اي disturbance على السيستم نفسه، بمعنى ايه؟ انا روحت جيت مسكت اكسل الموتور فكان disturbance external، اما لو جوه الموتور نفسه مع العمر الافتراضي بتاعه حاجه مثلا من الكويلز بتاعته باظت، الموتور محتاج يتلف، فبالتالي دي ديستربنس داخليه. فانا اي ديستربنس عندي بتاثر على البلانت، فالبلانت ده بالتالي هياثر على الاوفر اول سيستم، فبالتالي انا لو هو اوبن لوب سيستم انا مش هعرف اخد منه فيدباك. حلو، يعني كويس انك فكرتني. ان انا مش بس لازم يكون عندي تحميل او الحاجات دي، لا، ممكن يكون ديستربنس خارجي او داخلي كمان. يعني ممكن بسبب يعني مثلا لو جبت موتور اديته 5 فولت اداني 50 ار بي ام، جبته هو نفس الموتور اديته برضه ال 5 فولت بس ما ادانيش 50 ار بي ام، ده كده في ديستربنس داخلي من جوه، في حاجات في الكويلز بتاعته ما بقتش مظبوطه صح، من الاخر العمر الافتراضي بتاعه كده ايه بخ. فايه اللي حصل؟ يعني ال disturbance ال internal أقدر أعرفها إنها ال efficiency بتاعته؟ مش بتقاس بالكلمة قوي كده اسمها efficiency يعني، بس دي بنقدر ايه نتحكم فيها يعني. تمام. تمام. الديستربنس يعني بمعنى اصح كده بنقول ايه المشاكل الموجوده في السيستم ايه، او الايديال كيس ان انا اديته 5 فولت تديني 50 ار بي ام، طب ما حصلش كده يبقى كده في ديستربنس. طب تعالى نشوف الديستربنس ده انترنال، يعني في مشكله اصلا في الموتور؟ لا ما فيش مشكله والله في الموتور، الدنيا زي الفل. يبقى الموتور ده ممكن يكون متحمل شويه، ممكن يكون في عايز يتشحم، عايز يتزيت مثلا، حاجات بقى ايه اللي هي الصيانات بتاعته مثلا، مش شرط الصيانات تكون انترنال بس. فاهمني؟ تمام، مش كده بس. تمام. ايه بقى الستاندرد تيست سيجنالز او الستاندرد ريفرنس انبوت دي؟ طبعا الدكتور قال لكم اللي هي عباره عن الستيب فانكشن والرامب والبارابوليك والاكسبوننشال والساين ويف والحاجات دي كلها، صح كده؟ الفانكشن. اوكي ماشي. طب يعني ايه بقى ستيب فانكشن، ويعني ايه بقى رام، يعني ايه بارابوليك، يعني ايه اكسبوننشال؟ تعالوا كده واحده واحده ناخد بقى الكلام ده يعني ايه عشان تفهموا كلمه ستيب يعني ايه الكلام ده. حلو قوي. حاجه اسمها ستيب فانكشن. ايه الستيب فانكشن دي؟ انا بتمثل كده بالظبط. طبعا بقى ايه، اعذروني عشان على الرسومات بقى والحاجات دي، انا هحاول ارسمها بقدر المستطاع. يعني كده كنت عايز بقول لكم الاوفلاين احسن، بس كويس يعني مش مشكله. الستيب فانكشن دي هي بالظبط يا اما في كهربا يا اما مفيش كهربا، عامله بالظبط زي الزرار ايه، عامله زي الزرار بتاع البيت كده، زرار النور، يا اما في كهربا يا اما مفيش ايه، يا اما مفيش كهربا. هي بالظبط مثلا لو اديته مثلا قلنا ان دي ده الريفرنس بوينت بتاعه اللي هي الخمسة فولت مثلا بتاعت الاردوينو، فانا والله هقول له يا اما في كهربا يا اما ايه، يا اما مفيش كهربا. يعني من الاخر كده زي ما كنا شغالين دلوقتي في الاوبن لوب سيستم، انا يا اما هحط على الموتور ده كهربا يا اما مش هحط عليه ايه كهربا، يعني يا اما زيرو يا اما 5 فولت. ال 5 فولت هنا بنقولها يعني مجازة، يعني عشان ما تبقاش رقم ريفرنس ثابت، فاحنا بنقول والله هي يا اما صفر يا اما ايه. الاي دي يعني ايه؟ يعني رقم ثابت، رقم كده ايه، انا مش عارف الرقم ده كام والله، هو على حسب الكنترولر بتاعك، هو يا اما كده يا اما كده.
اليو اف تي ده اللي هو الخارج بتاع الكنترولر، الخارج بتاع الكنترولر بمثله مع الزمن. فاقول كده مثلا اليو اف تي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ يعني انا في اي زمن، صفر واحد اتنين تلاتة اربعة، اي زمن من الازمنة دي كلها، انا مجرد ما هاجي اقيس الخارج بتاع الكنترولر والله هو هيبقى 5 فولت. غير كده ما تسألنيش، الموتور لف بقى 20 لفة، لف 50 لفة، والله لو لف ما لفش خالص انا ماليش دعوة، انا اديته حاجة اسمها الستاندرد سيجنال بتاعتي، اديته ستيب فانكشن. هو عمل ايه بقى في الستيب فانكشن اللي انا اديتها له دي؟ براحته ويعمل اللي هو عايزه. لكن ده الانبوتس اللي انا ممكن اديه له، ممكن قوي ادي له اون او اوف عادي بدون اي تغيرات مع الزمن، تمام. ممكن ادي له ايه تاني؟ ممكن ادي له مثلا حاجه اسمها الرام فانكشن. ايه هي الرام فانكشن دي؟ الرام فانكشن دي هي كده متغيره مع الزمن. يعني مثلا لو جينا رسمنا الاكسس اهي، تمام، مثلا حاجة بالشكل ده، معظم الناس بتستسهل في حتة الرام والحاجات دي كلها، اللي هما مش بيذكروا الكونستانت. بمعنى ايه؟ ان انا قلت له مثلا لو دي اليو اف تي ماشي، وان دي تي، فبالتالي كده اليو اف تي بتساوي ايه؟ هتساوي تي. يعني مثلا عند تايم واحد، عند السكند رقم واحد، فبالتالي الاوت بقى واحد، وعند السكند رقم اتنين الاوت بوت رقم بقى اتنين، وعند سكند تلاتة الاوت بوت تلاتة، وهكذا. بس هي في نقطة صغيرة قوي ممكن برضو ناخد بالنا منها، ان هي معلش ممكن ما تبقاش تي بس، انا ممكن اكون ضارب في كونستنت، فخلوها اي تي عشان خاطر ما حدش يقول لكم ان انتوا بتتعلموا غلط. لا، هي لو رام فانا بالتالي ممكن احط كونستنت قبل التي بتاعتي، مفيش اي مشكله. ممكن كمان يبقى في شيفتنج على فكره، مفيش اي مشكله برضو. فخلينا ايه، نكون جينيريك شويه. حلو قوي، استنوا بقى نعمل بيج تاني. انا على فكره انا بعمل الكلام ده عشان خاطر يعني هعمل لكم الكلام ده بي دي اف في الاخر، عشان برضو ايه لو حد حابب الكلام ده بي دي اف. هو نعمل خط مش ما هوش احسن حاجه، بس اعذروني عشان انا بس لسه عامل علاج طبيعي قريب، فانا مش عارف اكتب لكم قوي. تمام، ايه تاني غير الرام فانكشن؟ حاجه اسمها البارابوليك. البارابوليك فانكشن ايه البارابوليك فانكشن دي بقى؟ لو انا مثلا عندي الاكسس اهي، تبقى بالظبط عاملة بالشكل ده. هنا الاوتبوت بتاعي بقى بيساوي ايه؟ هيساوي ايه؟ تي سكوير. يعني ده من الاخر لو اديته مثلا عند تايم واحد، الاوتبوت بتاعي هيبقى واحد باور 2 مضروبه في الكونستانت بتاعي. طب لو اتنين، اتنين باور 2 مضروبه في الكونستانت بتاعي، وهكذا. كل ده هيديك الاوتبوت اللي هو اسمه اليو اف تي. تمام، دي كده اسمها البارابوليك. في بعد كده الاكسبوننشال، وفي حاجه اسمها الساين، وحاجه اسمها الكوزاين. نرسمها برضو ولا نخش على الكامل على طول؟ انا معاكم. طب نخش على الاكسرسايز دلوقتي؟ ايه ده؟ نخش على الاكسرسايز؟ إيه، لا انا قبل الاكسرسايز هخش في حاجه برضو اهم، يعني حاجه برضو مهمه كده، ايه عايزكم تبقوا عارفينها عشان هتبقوا عارفين اصلا تقسيمه الكنترول عامله ازاي. خلاص تمام، نخش فيها على طول.
عادي يا جماعه اللي انتوا عايزينه والله انا هنعمله يعني، ولو عايزين مرتين في الاسبوع انا برضو ما عنديش اي مشكله يعني، فشوفوا انتوا عايزين ايه انا معاكم. ماشي، المهم هنكملها دي وخلاص. ده كده الخارج بتاعي دي اف تي، وده التي. الاكسبوننشال بقى داله الاكسبوننشال بتبقى بالظبط عامله بالشكل ده، هتبقى الخارج بتاعك هنا هيساوي e باور نيجاتيف اي تي. دي كده اسمها داله الاكسبوننشال. في عندنا تو فانكشنز كمان اللي هم الساين والكوزاين، وفي الرامب، بس الرامب ايه سهله يعني، سوري الامبولس. اوكي ماشي، داله الساين هو انا ينفع ادي للكنترول بتاعي ادي له حاجه اسمها داله ساين؟ اه طبعا ينفع ادي له حاجه اسمها داله ساين ويف. طب ازاي بقى الكلام ده؟ عن طريق حاجه اسمها الاسلوسكوب. سمعت عن الاسلوسكوب ولا لا؟ اخذناه في الكترونيك السنه اللي فاتت. تمام، حلو جدا. هو ده اللي انا اقدر ادي له حاجه اسمها ساين فانكشن، وحاجه اسمها اقدر ادي له حاجه اسمها ايه؟ الكوزاين فانكشن. يعني الحاجات دي يا جماعه مش صعبه قوي ان انا اديها للكنترولر، الحاجات دي كلها بتبقى الكودينج مش اكتر. دي مثلا داله الساين، وبيبقى الاوتبوت بتاعي مثلا اللي هو اليو اوف تي بيساوي ساين اوميجا تي. خلي بالكم انا كده دخلت في حاجه اسمها الاوميجا، ده كده دخل حاجه اسمها الفريكوانسي ريسبونس، يعني ما تتلخبطوش عشان ده مش هنستخدمه قوي دلوقتي، هنستخدمه قدام شويه. هي حاجه اسمها الفريكوانسي ريسبونس، فالاوميجا دي مش هتشوفوها كتير. المهم احنا دلوقتي في الكوزاين، مثلا دي داله الكوزاين، دي كده اسمها الكوزاين فانكشن مثلا اللي هي اليو اوف تي بتساوي الكوزاين اوميجا تي. اوكي حلو جدا، ودي كده اسمها تي. طيب هنخش على حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ذا موست امبورتنت بلوك دياجرام هتاخدوه في الكنترول ثيوري عامه. هنعمله بلون تاني مختلف برضو عشان تعرفوا ان ده مهم قوي. The most important clock diagram in control system. ايه بقى البلوك دياجرام المهم قوي اللي انا بقول لكم عليه ده؟ انا دلوقتي عندي الموتور، الموتور ده اسمه ايه؟ اسمه حاجه اسمها ريال بلانت او البلانت عامه يعني، ده كده اسمه الريال بلانت اللي هو ايه؟ اللي هو الموتور. ماشي، انا دلوقتي زي ما قلنا اتفقنا في الاول خالص من نص ساعه كده، وقلت لكم ان احنا عايزين نحول الموتور ده لحاجه اسمها ايه؟ ماثيماتيكال موديل. فانا هحوله لحاجه لمجموعه ديفرنشال ايكويشنز، لمجموعه كده من الايكويشنز عشان خاطر ايه اقدر انا اشتغل عليها. طيب انا هحوله اصلا لديفرنشال ايكويشنز ازاي اساسا؟ حاجه اسمها ديفرنشال ايكويشنز، دي بتبقى في حاجه اسمها التايم دومين. طب انا بحول ازاي اصلا من ده لده؟ عن طريق حاجه اسمها الموديلنج. خدت الموديلنج ولا لسه؟ خدناه، دخلت في الموديلنج، حلو جدا. ماشي،
فانا بحول من الريل بلانت ده عشان خاطر اخليه مجموعه من الايكويشنز اللي انا هبتدي اتعامل عليه، بعمل حاجه اسمها الموديلنج. الموديلنج ده هيديني ايكويشنز في التايم دومين زي ما انتوا عارفين. طب حلو قوي، التايم دومين ده عندي مثلا معادله من الدرجه الرابعه، معادله من الدرجه الخامسه، معادله من الدرجه السادسه، هل هتقدر تحلها؟ استحاله، والنبي لو نفسه يحل المعادله من الدرجه الخامسه مش هيعرف. فاحنا بنلجأ لايه؟ بنلجأ لحاجه اسمها الاس دومين. جه واحد عالم كده اسمه عمو لابلاس، عم لابلاس ده جه قال لك يا جماعه والله والله التايم دومين ده اللي مش عاجبكم ده انا هحوله لكم لحاجه اسمها الاس دومين بتاعي. مين يا باشا الاس دومين بتاعك ده اللي انت فرحان بيه ده؟ ده واحد اسمه لابلاس. جه قال لك يا عم شويه اتهات، شويه التايم دومين اللي مضايقينكم دول انا هحول لكم الدومين ده خالص، وهديكوا الاس دومين بتاعي اللي انا عامله اللي انا مكريته بالقوانين بتاعته بكل حاجه، تطبق عليها وتشتغل عليها لحد ما توصل لريزلت حلوه، وبالاخر بعد كده تقوم راجع مقايل له ايه؟ محوله تاني للتايم دومين. يعني بعد ما تشتغل في لابلاس وتخلص دنيتك وتخلص شغلك وتوصل لنتيجه، تقوم ورايا بقى راجع تاني للتايم دومين بقى عشان تعمل حاجه اسمها ايه؟ عشان تدروب الريسبونس تايم. عشان ترسم بقى ايه اللي حصل معاك ده كله. يبقى انا عندي موتور، الموتور ده والله بقول له ايه؟ بقول لك يا باشا انا عايز احول من الريال بلانت ده، عايز اعمل لك موديلنج عشان خاطر تتحول لحاجه اسمها ديفرنشال ايكويشنز، مجموعه ايكويشنز كده تحلها. جبت الديفرنشال ايكويشنز مش عارف احلها، انا عطلت. جه عمو لابلاس قال لي تعالى يا باشا ايه، انا حولت للاس دومين بتاعي عشان خاطر تفهم الدنيا. حولت للاس دومين وفهمت الدنيا كلها، خلاص الدنيا تمام، حليت. ارجع بقى يا باشا ارسم، رجع تاني للتايم دومين بتاعك عشان ترسم الريسبونس تايم بتاعك وتعرف بقى ايه دنيتك. من الريسبونس تايم هنا بقى بناخد مجموعه فانكشنز اللي هي الرايز تايم والبيك تايم والماكسيمم اوفر شوت والحاجات دي كلها، هو ده اللي انا هبتدي اعمل عليه كنترول. هو ده اللي انا هقول له اه والله هو ده اللي انا هبتدي اعمل عليه كنترول عشان خاطر اخليه 50 ار بي ام ده، فانا هتحكم في ده وفي ده وفي ده وفي ده عشان خاطر يفضل يبقى ثابت 50 ار بي ام، ولو جن ازرق جه مسك الاكس بتاع الموتور مش هيتغير. حلو قوي، انتوا اخدتوا الرايز تايم والبيك تايم والحاجات دي ولا لسه؟ خدنا بس اللي هو الديفرنشال ايكويشن كام موديل كده ولابلاس ترانسفورمي. طيب اوكي ماشي، يعني ممكن ابعت لحضرتك المحاضرات يعني. تمام تمام، لا مش مشكله يعني. انا بس بسال عشان خاطر انا ما يعني بصوا انا كميكاترونكس فانا بخاف اغوط معاكم في حاجات انتوا ما تكونوش خدتوها يعني، فلو لقيتوا حاجه انا بقولها غريبه وقفوني، وانا مش يعني انا عارف ان انا مش بقول لكم حاجه غريبه، انا بس كل ده انترودكشن عشان بس تفهم يعني ايه كنترول ثيوري بجد. يعني مش هخش اقول لك موديلنج يلا هنعمل موديلنج عشان احول الديفرنشال ايكويشن. طب ماشي، طب انا هحول الديفرنشال ايكويشن عشان خاطر اعمل لابلاس، عشان خاطر احول اس دومين، هحل الاس دومين ده عن طريق الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي ده، وبعد كده اقوم راجع تاني للتايم دومين. يعني انا هديكوا دلوقتي حاجه في التايم دومين هنحولها اس دومين ونحلها، بعد كده اقوم راجعينها تايم دومين تاني. يعني دلوقتي هنعمل الفانكشنز الايه اللي في الجنب دي. بعد ما نخلص الحاجات دي كلها هنروح نعمل هنتعرف على تو مودلز اسمهم الميكانيكال سيستم وحاجه اسمها الالكتريكال سيستم. خلاص عملناهم، ممكن نروح نرسم الريسبونس تايم. عملناهم في الاخر بقى نعرفكم بقى يعني ايه موديلنج. المفروض الموديلنج المفروض ان احنا بنبدا بالموديلنج بعد كده ناخد ايه الكنترول، بس مش مشكله هي كلها ايه مندرجه تحت كلمه كنترول سيستم، مش مشكله خالص، مش هتفرق تاخده ايه الاول يعني. كده كده في الاخر هنربط ان شاء الله كل الكلام ده ايه ببعضه. حلو، تعال كده نرسم تيبل حلو كده علشان ناخد فيه ال اللابلاس ترانسفور. ماشي، انا بقى دلوقتي يا عمو لابلاس ده جه قال لك والله يا باشا انت عشان خاطر تحول من تايم دومين لاس دومين انا هديك شويه ايكويشنز جايه تريح على نفسك خالص،
وما تتعبش نفسك، انا مراي، انا مظبط لك كل حاجه. ايه بقى الحاجات اللي لابلاس عملها لنا؟ قال لك والله ان هي الحاجه اسمها الاف اوف تي دي، عشان تعمل لابلاس لاف اوف تي هتدي لك حاجه اسمها اف اوف اس. فانا كده غيرت من الدومين اللي اسمه تي ده اللي مضايقني ده، اللي هو لو معادله من الدرجه الرابعه مش عارف احلها، والله قال لك انا هديك حاجه اسمها اف اوف اس وهديك شويه قوانين عليها، القوانين دي هتريحك جدا 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 ومش هتحتاج ايه الناس تتعذب. قال لك والله القانون بتاعي اللي حولك من التي للاس بيقول كده، بيقول تكامل من صفر ما لا نهايه اي باور نيجاتيف اس تي اف اوف تي الفانكشن اللي انت عايز تحولها بالنسبه للدي تي. ايه بقى الفانكشن اللي انا عايز احولها وايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندي اف اوف تي اهي وعندي اف اوف اس، لو انا اصلا مديله حاجه اسمها الاي اللي هي كانت ايه الاي دي اللي هي الستيب فانكشن اللي انا مديها له اللي هي 5 فولت دي، لو انا عايز احولها لاف اوف اس بكام؟ اي كونستنت. قال لك والله بيتحول لواحد. ليه؟ تعالى حط مكان الاف اوف تي دي حط واحد، هيبقى تكامل من صفر لما لا نهايه اي باور نيجاتيف اس تي واحد دي تي، شيل من الواحد اهو ملوش لازمه. فالتهامه بيعمل ايه؟ هتقوم منزل نيجاتيف اس تي دي تحت في المقام، وهتقوم عامل حاطط ان اي باور نيجاتيف ما لا نهايه تي هتبقى بصفر ناقص زيرو ناقص اي باور زيرو بواحد، هتلاقي نفسك في الاخر انت وصلت ايه؟ لواحد في الاخر. ده اللي هو لو ايه، سوري مش واحد، لو ايه، لو هنا كده في كونستانت ايه. طيب لو كان الموضوع بتاعي يونت ستيب بقى، لو واحد اصلا، عارفين التحويله بتاعتها هتبقى ايه؟ واحد على اس، واحد على اس. واحد على اس تمام، حلو قوي. طيب الايه ليه ما حولناهاش لواحد على اس؟ ستيب فانكشن اصلا. يس بالظبط كده، محدش فيكم اخد باله لما قلت لكم الايه، لما جينا في الاول فوق خالص لما قلت لكم خلي بالكم من الايه ده كونستانت، الكونس ده بالظبط زي الواحد، اكنه هو واحد خمسة أربعة تلاتة عشرة ألف مية، هو يا جماعة والله الإيه هو الواحد. فلما يجي لك في مسألة ويديك بالرموز ما تتضايقش منه، هي تتحول عادي خالص إيه على إس، أو الرقم على الإس ما تتضايقوش خالص، واحد هي خمسة هي عشرة هي 2000 هي الرقم ده، الأرقام دي كلها. فالإيه ده كونستنت، ولو اتضايقت في الاخر حط يا عم عوض في القانون ده واعمل التكامل بتاعك، بس خلي بالك ان اي باور ما لا نهايه بصفر بس مش اكتر. تمام، دي كده لو ستيب فانكشن. طيب لو عندي التي هتبقى التحويله بتاعتها ايه؟ هتبقى واحد على اس سكوير. طيب لو عندي تي سكوير، بصوا التي فزوع عن ظهر قلب، يعني تبقى 2 مضروب 2 على اس باور 3. طيب لو هنبقى فوق شويه، دي برضو الاف اوف تي دي الاف اوف اس. لو مثلا عندي اي باور نيجاتيف اي تي اللي هي اكسبوننشال فانكشن، تتحول ايه؟ تتحول واحد على اس بلس اي، خلي بالك ودي نيجاتيف تبقى دي بوزيتيف. طب لو عكست دي البوزيتيف ودي النيجاتيف هتبقى ايه؟ هتبقى العكس. طيب لو عندي ساين اوميجا تي، ساين فانكشن، هتتحول ايه؟ اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. طيب لو عندك ايه تاني؟ الكوزاين، لو عندي الكوزاين فانكشن، الكوزاين اوميجا تي هتتحول اس على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. قال لك والله جي لابلاس، قال لك انت يا باشا اي حاجه هتاخدها من الحاجات دي كلها حولها لي بالشكل ده. طيب لو عندي بقى ديفرنشال ايكويشن كبيره بقى،
تعالى معلش هنا هتاخد شويه نوتس معلش من لابلاس، هيقول لك تتعامل ازاي مع الاكسبوننشال الكبيره دي. لك والله شويه نوتس كده ايه هيريحوك في الشغل. قال لك لو عايز اعمل لابلاس ترانسفورم للمشتقه الاولى، يعني ايه؟ عندك لابلاس ترانسفورم اهو لدي باي دي تي اف اوف تي، المشتقه الاولى الاف اوف تي، وعايز اعمل لها لابلاس ترانسفورم، هحولها ازاي؟ هتبقى اس اف اوف اس ناقص اف اوف زيرو. يعني ايه الكلام ده؟ ماثيماتيك رياضه، هتحولها اس الفانكشن نفسها حولها اوف اس ناقص اف اوف زيرو، شيل كل تي او شيل كل بقى اس، شيل كل تي عندك وحط مكانها صفر ويطلع رقم في الاخر، يعني ده كده اسمه حد مطلق في الاخر يعني. طب حلو قوي. طب لو عايز اعمل لابلاس للمشتقه الثانيه لمين؟ لاف اوف تي، هتبقى ايه؟ هتبقى اس سكوير اف اوف اس ناقص اس اف اوف زيرو ناقص المشتقة الأولى للفانكشن اللي اسمها اف اوف تي أصلا. يعني هجيب المشتقة الأولى أصلا للإف أوف تي وبعد كده أعوض عن كل تي بزيرو. هنا هجيب، مش هجيب المشتقة الأولى ولا حاجة، أنا كده أنا هنا هروح أعوض عن كل تي بزيرو على طول، هنا هجيب المشتقة الأولى الأول وبعد كده أعوض عن كل إيه؟ عن كل تي بزيرو. قال لك والله مين اللي عامل كل الحاجات دي؟ هو اللي عاملها لابلاس. كل الحاجات دي يا جماعة ليها إثباتات وقوانين، بس هي طبعا مش عليكم يعني كإنتاج، بتوع ميكاترونكس بياخدوا كل الحاجات دي. طب قال لك برضه لابلاس ترانسفورم لدالة متفاضلة بقى لا سوري لتكامل اف اوف تي، احنا خدنا المشتقة الأولى وخدنا المشتقة الثانية. طب تعالى بقى نشوف لو هي مشتقة ايه، لو هي تكامل مش اشتقاق. قال لك والله هتبقى حاجة اسمها اف اوف اس، هتجيب الاس بتاعتها بس تقسم الفانكشن كلها على اس. ليها تكملة القانون ده بصراحة، يعني مش عارف الدكتور الدهوركو ولا لا، بس هو ليه تكملة عشان نكون اونست مع بعض يعني. بس هو مش هي يعني الموضوع مش هيصعبها عليك قوي كده. المفروض ان التكمله بتاعتها اف باور نيجاتيف 1 اوف 0. يعني انا بجيب الاف اوف تي اللي انا جبتها دي واقوم عاملها باور نيجاتيف 1 وجايب معوض عن كل ايه تي ب 0، وفي الاخر احولها وبعد كده اقسمها على اس. بالاخر سيبكم من الترم ده خالص، مش هتستخدموه، هو هيكون اف اوف اس على اس. ده لو عايز اجيب المشتق لابلاس ترانسفورم اللي ده اللي محصول لها ايه تكامل. حلو قوي. في برضو بوينت مهمه جدا 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 خلي بالكم منها، انا لو عندي تو فانكشنز في بعض مضروبين في بعض يتعملوا ازاي بقى؟ التو فانكشنز دول بيبقى منهم واحده اكسبوننشال، يعني اي باور نيجاتيف اي تي مضروبه في فانكشن، الفانكشن دي اسمها اف اوف تي، مضروبه فين؟ في اكسبوننشال فانكشن. انا عشان احاول اف اوف تي دي لاف اوف اس، والله لا مش هقول لك ان هي اسمها اف اوف اس بس، لا هقول لك ان هي اسمها اف اوف اس بلس اي. يعني انت لو شفت داله فيها اس بلس اي كده اعرف على طول كده ان هي دالتين في بعض اف اوف تي، يعني هتبقى فانكشن معين بقى كوزاين تي لوحدها تي سكوير اي حاجه، بس خلي بالك ان هي محطوط جنبها ايه؟ اي باور نيجاتيف اي تي. هنشوف الكلام ده ايه في الاكزامبلز دلوقتي. حلو قوي. اكزامبل واحد كده بيقول لك سولف ذا دايناميك سيستم، ثانيه برضه نكتب لكم الكلام ده. انتوا معايا صح كده؟ مع حضرتك. تمام عظيم جدا ماشي. والله قال لك ايه سولف
تعال ناخد اكزامبل بسيط كده في الاول. قال لك solve the dynamic system. ايه هو الديناميك سيستم اللي مديهولك ده؟ مديك فانكشن اوف اكس اللي هي دي سكوير اوف اكس على دي تي سكوير اللي هي المشتقه الثانيه لاكس اوف تي، يعني دي كده كانت بتمثلها ايه؟ اكس اوف تي عاديه خالص وما تعملهاش اشتقاق مرتين. ماشي؟ جميل قوي. جبت المشتقه الثانيه لاكس مثلا زائد 2 دي اكس باي دي تي زائد 2 اكس بتساوي 0. والله قال لك انا عايز احول الكلام ده يعني عايز ارسم الريسبونس تايم. قال لك سولف ذا دايناميك سيستم تو درو ذا ريسبونس تايم مثلا. يبقى انا كده عايز في الاخر اوصل لاكس اوف تي، ده اللي انا عايز اوصل له. عايز اوصل لاكس اوف تي بتساوي كام عشان خاطر والله اقدر امثلها مع الزمن. انا ده اللي اعرفه الزمن بتاعي. انا عايز بقى امثل كل الحاجات دي اعمل ايه؟ قال لك دي معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. حلو كده. هل هتعرف تحلها؟ مش هتعرف تحلها. فانا بعمل ايه؟ بلجا لعمو لابلاس. تعالى يا باشا اللي اسمك لابلاس هنا. بس دي بقى المساله اللي هو اكس اوف 0 ادالك انبوت بتساوي 0 والاكس داش اوف 0 بتساوي 1. لابلاس قال لك والله يا باشا انا دي معادله تفاضليه غريبه، انت مش هتعرف تحل الكلام اللي قدامك ده. فقال لك والله انا كلابلاس هحله لك بالقانون اللي انا اديته لك فوق ده، اللي هو لابلاس ترانسفورم للمشتقه الثانيه ولابلاس ترانسفورم للمشتقه الاولى ولابلاس ترانسفورم للفانكشن نفسها بتساوي الفانكشن نفسها على حسب الايه؟ التيبل اللي احنا خدناه ده. حلو كده؟ قال لك جميل قوي. تعالى نمسكها واحده واحده. لابلاس ترانسفورم للمشتقه الثانيه للداله قال لك بتساوي ايه؟ هتساوي انا كده ايه سولفينج، هتساوي اس سكوير في الفانكشن نفسها اللي هي اكس اوف اس ناقص اس اكس اوف 0. فاهمين الكلام ده يا جماعه ولا الموضوع صعب؟ ده كده اول تيرم، الموضوع صعب بشكل. فاهمني ولا مش فاهمني؟ يا ريتها خطوه خطوه تاني. معلش انا عايز افك دي دلوقتي. المشتقه الثانيه انا كل اللي عملته انا غيرت مكان الاف حطيت اكس مش اكتر. اهي لابلاس ترانسفورم المشتقه الثانيه لاف اوف تي، شلت الاف دي وحطيت مكانها اكس. يعني انا مسمي الفانكشن بتاعتي اكس اوف تي مش اف اوف تي. فانا قلت اللي هي اس سكوير اف اوف اس اللي هي اس سكوير اكس اوف اس بعد كده ناقص اس اف اوف 0 ناقص اس اكس اوف 0 ناقص اف داش اللي هي المشتقه الاولى اوف 0 ناقص اكس داش اوف 0. كل ده عشان احول الترم الصغير اللي في الاول ده بس كده. انا كده حولت عملت لابلاس ترانسفورم الاول للمشتقه الثانيه للداله. تمام. انا دلوقتي عايز اعمل لابلاس ترانسفورم للمشتقه الاولى بقى اللي هو مديها لك دي. اعمل له زائد 2 وافتح القوس الكبير ده. المشتقه الاولى بقى كنا هنساوي ايه؟ هتساوي اس الداله اوف اس. ادي كده اس وادي الداله اوف اس ناقص الداله اوف 0. الداله بقى اكس واي زد بي اي حاجه ان شاء الله تكون ايه رمز انت ما تعرفوش يعني. المهم اللي هي اسمها ايه؟ فانكشن في الاخر، فانكشن اوف اس وفانكشن اوف تي. ما دام هو مدالك هنا كده في الاول في مساله اوف تي هتحولها لاس وبعد كده ترجع تحولها لتي تاني. الستبس اللي احنا كنا قايلين عليها بعمل موديلنج عشان احصل على الديفرنشال ايكويشن. هنا مديك الديفرنشال ايكويشن مره واحده، فالديفرنشال ايكويشن هحولها للاس دومين هحلها وبعد كده اقوم ارجعها تاني مين؟ التايم دومين. حلو قوي. ال 2 اكس عادي تتحول ل 2 اكس اوف اس زائد 2
2 اكس اوف اس. كل الكلام ده بيساوي ايه؟ هيساوي 0. ليه الاثنين يعني الاثنين اكس دي يا جماعه اللي موجوده في راس المساله دي، دي اسمها 2 اكس اوف تي، يعني هنا كده مكتوب تي بس هو مش موضحها لك عشان هو عارف ان انت متاكد كده ان هي ايه، ان انت شغال في التايم دومين هنا، وهو مش قايل لك والله ان الفانكشن دي رام بستيب اي نيله، مش قايل لك الفانكشن دي اسمها ايه، فانت بتحولها ايه لنفس الفانكشن بتاعتها خلاص اوف اس. حلو قوي، هتحل كل الكلام ده، هتقول بقى ان الـ ان الاكس اوف 0 دي بتساوي 0، فبالتالي الترم ده كده راح، الترم ده كده بزيرو والترم ده كمان بزيرو. هيتبقى عندك الباقي ده، هتقوم مجمعه، هتقوم قايل له والله ان اس سكوير اكس اوف اس ناقص 1. ليه ناقص 1؟ عشان هو قايل لك في راس المساله ان اكس داش اوف 0 بواحد، ماشي، زائد 2 اس اكس اوف اس زائد 2 اكس اوف اس، كل الكلام ده بيساوي 0. طب ايه رايك لو شطبنا الواحد ده من هنا قلنا موديه الناحيه الثانيه؟ تمام، لو هجمع ايه الاكس اوف اس اخد عامل مشترك، اقول له الاكس اوف اس هنا والله هاخد عامل مشترك، هيتبقى لي اس سكوير زائد 2 اس زائد 2، كل الكلام ده بيساوي 1. بقت الاكس اوف اس كده توتال بقى هتساوي ايه؟ والله بقى 1 على مس الرياضة يا جماعة، اس سكوير زائد 2 اس زائد 2. اعتقد في حد بعت حاجة في الشات، انا ما اعتقد يعني، بس هو لما بعمل شير سكرين الشات مش بيبان. اوكي ماشي، دلوقتي انا وصلت للاكس اوف اس، انا بقى خلاص كده انا حليت حليت كده الديفرنشال ايكويشن. عن طريق مين؟ عن طريق لابلاس. والله اللي قال لك ايه ان انت تقدر تحل المشكله بتاعتي او المشكله اللي قبلك عن طريق لابلاس. انا كده حليت ايه المشكله ده، كده عملت سولف. انا بقى عايز اوصل لمين؟ الاكس اوف تي. فاكرين البلوك دايجرام اهو، عندي ديفرنشال ايكويشن في التايم دومين، عملت لابلاس ترانسفورم، حولتها لاس دومين. الاس دومين ده والله اقدر هنا اعمل سولفنج، اس دومين مكتوب حتى من اسمه سولفنج، هقوم نازل بعد كده ايه احوله للتايم دومين تاني عشان ارسم الريسبونس بتاعي، عشان المساله دي هتكمل عليها بعد كده ان احنا نرسم الريسبونس. طيب ما تيجي نعمل كده حركه حلوه قوي، ايه رايك لو جينا حللنا المقام ده، لو حللناه هيطلع ايه؟ يطلع ارقام كومبلكس، مظبوط كده؟ عارفين الكلام ده ولا حد كده يعمل تحليل الموضوع ده، هينفع احوله في قوسين ولا لا؟ بالآلة يا جماعة، شيفت 5 3 او شيفت 5 او شيفت 3 3 على حسب انت الآلة بتاعتك نوعها ايه، فهيطلع في الاخر ان هو رقم كومبلكس في الاخر معاك، تمام كده؟ فانا مش هيقدر اقدر اعمل لها ايه الاناليسز دي. طب انا ايه الحل بقى دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز احل الموضوع ده، عايز احولها تاني لاكس اوف تي. قال لك والله انت عندك جدول اسمه ايه، الجدول بتاع الفانكشنز دي، حاول بقدر الامكان توصل الكسر المقام بتاعك لحاجه شبه ده. طب اوصله ازاي بقى؟ انت بقى تقعد تجرب كده. والله عندي هو دلوقتي مبدئيا هو كسر، هل هينفع ده؟ لا ده في حد مطلق. لا والله ده برضه في حد مطلق. كل دول مفهومش حدود مطلقه. يعني مفهومش ايه؟ يعني ايه مفهومش حدود مطلقه؟ يعني مفهومش حاجه لوحدها من غير اس كده. حلو، يبقى ابتدي اروح احاول اخليها في ده. طب انا عندي لحد باور كام؟ والله ده انا عندي لحد باور 2. عندي ايه ده؟ لا مش سامعك، معلش. لا موزع باشمهندس. تمام، فدلوقتي عندي الحاجه اللي هي ايه اس بار 2،
فهي بالتالي يا اما احولها في شكل ساين يا اما احولها في شكل كوزاين. طب هل انا عندي اس في البسط؟ لا ما عنديش، بس يبقى انا هو الشكل ده اللي انا وصلت له، اللي هو انا عايز اوصل لشكل اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. والله هو ده اللي انا عايز اوصل له. اوصل له ازاي بقى؟ اتشقلب. تعال نروح نتشقلب مع بعض تحت. انا وصلت هنا، انا عايز اخليها اوميجا. عايز اوصل للشكل اللي هو بيقول اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. اوصل بقى للمعلم ده ازاي؟ والله بشويه فهلوه فعلا. والله فعلا بشويه فهلوه. ازاي بقى؟ واحد هو خلاص واحد، فانا عايز تحت ده كده اوميجا، يعني الاوميجا هنا هتساوي واحد. انا عايز هنا كده واحد سكوير. بصوا انا ماشيها معاكم ايه ستيب ستيب بقى اهي. انا الاول شفت، هروح اشوف ايه الحاجات ده شبه ايه من الحاجات اللي عندي. والله لو شبه، لو اصلا لو اتحلل في الاول وبقى قوسين جنب بعض، هنعمل حاجه اسمها اناليسز، يعني هنتصرف فيها بعدين. يعني لو ده قدر يتحلل مثلا وبقى ايه، بقى اس زائد 3 في اس زائد 5 مثلا، والله ساعتها هنعرف نتصرف. هنعمل اناليسز تاني خالص. اما لو حاجه بتطلع لك كومبلكس، لا والله هنا ساعتها روح للتيبل بتاعك اللي في دماغك ده وحاول توصل لاقرب شكل من اللي انت عارفهم. حلو قوي. انا دلوقتي عندي الكولم اللي كان على الشمال ده، لا والله ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان خاطر ده ما فيهوش حد مطلق. طب امسك الكولم اللي على اليمين. الاي لا ما هينفع الاي عشان هي في عندي اس باور 2 تحت. طب الكوزاين لا مش هينفع والله عشان خاطر ايه، عشان عندي اس في البوست. يبقى بس ما فيش غير الساين. فانا عايز اوصلها الاوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. وانا عندي في البوست واحد، هو جبرك على البوست اللي هو بيقول لك ان البوست ده واحد. حلو قوي. واحد يبقى محتاجه هنا واحد سكوير. واحد سكوير يعني بكام؟ بواحد. يبقى اتبقى عندي اس سكوير، بقى عندي اس سكوير زائد 2 اس زائد واحد. والله هنا بقى ساعتها اقدر افكها. طب هفكها بايه بقى؟ هتفكها الفك البسيطه العبيطه دي، هتقوم قايل له اس بلس واحد الكل سكوير زائد الكلام ده. لو فكيت هتبقى اس باور 2 زائد 2 اس زائد كام؟ زائد واحد. واحد زائد واحد ب 2 هيقوم طالع لك ايه؟ الفانكشن الاخيره اللي هي اس سكوير زائد 2 اس زائد 2. فانا كده وصلت للشكل، والشكل اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان والله دي اوميجا، ده شكل اوميجا على اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. يعني انا عندي اكس اوف تي، انا بقيت متاكد ان فيها مين؟ يبقى فيها ساين والله. والاوميجا هنا بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي واحد. ساين اوميجا تي اللي هي واحد تي، عشان اوميجا هنا عندي بواحد. حلو. فاكرين النوت المهمه قلت لكم عليها؟ قلت لكم لما تشوفوا اهي، سواء نعملها كده ايه في دارك في لون تاني عشان دي مهمه قوي. فاكرين دي؟ لما قلت لكم والله انت لو شفت فانكشن اس بلس ايه كده، اعرف على طول اللي هي فانكشن مضروبه في اي. والله الفانكشن اللي هي اسمها ساين اوميجا تي، قلت لك مالكش دعوه بالفانكشن، هتجي لك لوحدها الفانكشن، جات لك لوحدها الفانكشن، مضروبه في اي باور نيجاتيف اي تي. يعني دي كده هقوم جاي هنا في الاول او قايل له اي باور نيجاتيف الاي بكام؟ واحد اهي، باور نيجاتيف تي. تاني عشان الموضوع محير شويه. انا عايز احول الشكل ده، والله لو اتحلل وجبت قوسين كده جنب بعض الموضوع كده ايه، قدر ولطف بقى الموضوع سهل. طب الموضوع ما اتحلش معايا، هرجع للتيبل بتاعي الجميل ده واحاول اوصلها لاي شكل من الاشكال اللي انا حافظها دي. يا اما هوصلها لشكل التي، يا اما التي سكوير، يا اما ساين، يا اما كوزاين. ده في غير اللي بيطلع في معظم المسائل يعني. حلو كده؟ حلو قوي. قمت جاي في الاخر محولها والله لشبه اوميجا على اوميجا على اوميجا على اس سكوير زائد اوميجا سكوير. الساين دي كده لو 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 بسطتها هتديك الساين اوميجا تي. طب والله بعد اذنك الاس عندي عندها مشكله صغيره، ان هي مش لوحدها. ليه مش لوحدها؟ عشان محطوط جنبيها ايه؟ في محطوط جنبيها كونستنت كده مرخم عليها. والله ما دول مضروبه في ايه كده، يبقى خلي بالك عشان في كده فانكشن ثانيه اسمها اكسبوننشال مضروبه فيها. فانكشن الاكسبوننشال دي بتساوي ايه؟ اي باور نيجاتيف اي تي.
والايه هو الواحد. تمام كده؟ فهمتوا الدنيا؟ هنا ساعتها بقى اروح اقدر اعمل بقى ايه، ارسم التايم وارسم الريسبونس وما قايل له اه والله عند تايم 0 وعند تايم 1، فبالتالي مثلا هشوف شكل الفانكشن مثلا بقى عامل كده. جبت بقى رسمه الفانكشن بقت عامله ازاي، سوري رسمه الفانكشن دي، رسمه الفانكشن بقت عامله كده مثلا. اه ساعتها بقى ما دام جبت الريسبونس تايم اللي هو تي، اقدر اعمل ايه، هقدر ارسم الريسبونس تايم، عشان الريسبونس تايم ده هو اقدر هو ده اللي هصمم عليه الكنترولر بتاعي اللي هيتحط في الدايره بتاعتي. خلاص جبت الريسبونس تايم وصممت الكنترولر، الف شكر ليك يا باشا، انت كده ايه خلصت الموديلنج بتاع، خلصت سوري الكنترول سيستم بتاعك. مش ناقص لك بس ان انت تبقى كويس في حته الموديلنج، تفهم يعني ايه موديلنج. تمام، حلو قوي. ناخد اكزامبل كمان، وانا هنزل لكم كده كده شيت، وهنزل لكم السكشن ده وهنزل لكم الدنيا كلها، يعني ما تقلقوش. ناخد مثلا الاكزامبل بتاع ناخد حاجه بسيطه في الاول، وبتيجي كتير قوي في الميد تيرمز. الميد تيرم بتاعته امتى يا جماعه؟ اتناشر لسه؟ لا ده حلو قوي، ده مريحينكوا خالص، حلو قوي. تمام، عظيم جدا. ناخد الاكزامبل ده ومش هطول عليكم اكتر من كده. تمام، قال لك في اكزامبل 2 بيقول لك فايند ماثيماتيكال ايكويشن for the output when the input is unit step. ومديك والله الماثيماتيكال موديل ده بيقول لك اللي هو بيساوي الواي دبل داش زائد 3. اعتقد الدكتور حل معاكم الاكزامبل ده صح؟ حلوش معاكم، ماشي. واي دبل داش يا جماعه هي بالظبط لو قلت ان هي بتساوي دي سكوير واي على الدي تي سكوير. في حد بعت حاجه على الشات؟ يا جماعة اللي عايز يقول لي حاجة يبعتها على الشات. اوكي حلو. هو زميلكم كان باعت لي صورة اللي هي بتاعت لابلاس ترانسفورم للفانكشنز، يعني انتوا مش تحتاجوا كل الحاجات دي يعني، ومش عايزكم برضو تحفظوا حاجة زيادة يعني، او حاجة مش هتستخدموها قوي يعني، بس حلو يعني كويسة. ممكن تبقى تبعتها لهم على الجروب يا احمد صابر، صح كده؟ تمام. برضو ابعتها لهم على الجروب بتاعكم عشان خاطر برضو ايه زمايلك كلهم يستفيدوا منها. تمام، حلو جدا. الواي دبل داش يا جماعه هي المشتقه الثانيه للداله، الواي داش هي المشتقه الاولى، الواي هي الداله نفسها، اليو وهي الانبوت بتاع الداله بتاعتي. وقال لك ان الانبوت ده بيساوي يونت ستيب. حلو قوي. انا بقى احل الموضوع ده ازاي؟ انا همشي واحده واحده زي ما اتعودنا، ان انا هعمل لابلاس ترانسفورم. تمام كده، هعمل ايه لابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم في الاخر يعني هيقول لك برضو عشان بعد الفكه اللي احنا بنفكها دي كلها، هيقول لك ان والله هو ما دام ما قالكش ان الواي اوف الواي اوف 0 بتساوي كذا والواي دبل داش بتساوي كذا والحاجات دي كلها، فانت هتعتبرهم اللي انت هتقسم اللي هم ايه ان هم بزيرو على طول. هيطلع في الاخر معاك الشكل اللي هو بيقول لك اس سكوير واي اوف اس زائد
3 اس واي اوف اس زائد 2 واي اوف اس هتساوي اليو اوف اس. تمام كده، هاخد واي اوف اس دي عامل مشترك، هيتبقى لي اس سكوير زائد 3 اس زائد 2، كل الكلام ده هيساوي ايه؟ اليو اف اس. وخلي بالك ان هو قال لك ان الانبوت بتاعك هو عباره عن يونت ستيب. يعني ايه يونت ستيب بقى؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. تمام، انا دلوقتي عايز احول اليو اف اس دي، انا عايز اجيب في الاخر يو اف تي عشان خاطر اقدر ارسمها. دايما كده حط في دماغك انا عايز اجيب الاوتبوت لوحده عشان خاطر اقدر ارسمه. جميل، انا لو جبت اليو اف اس دي وقسمتها على اليو اف اس، واي اف اس على اليو اف اس، هتساوي ايه؟ هتساوي 1 على اس سكوير زائد 3 اس زائد 2. هل اقدر احول دي كده على طول ولا اعمل ايه؟ ينفع دي تتحلل؟ ما انت اول اوبشن عندك احنا قلنا، هل الاوبشن ده اللي هي تتحلل ولا ما تتحللش؟ يعني اقدر احللها القوسين كده اللي هي اس زائد كذا واس زائد كذا ولا ما اقدرش؟ الناس لسه نايمه تقريبا. شباب انتوا معايا؟ حضرتك هو احنا نقدر عادي نحولها يعني؟ تمام، عايز ما عايز تمام. هي تحول يا جماعه في الاخر هتكون اس بلس 1 و اس بلس 2. من على الاقل الحاسبه يا جماعه سهله جدا، مود ايكويشنز وهتقوم جايب ايه الايكويشن بتاعتك. مش عايزها بالايكويشن، تعال بص على الرقم ده وهات رقمين بيتضربوا في بعض يجيبوا الرقم ده، يعني ده لو تبسيطا يعني. بس هتشوف بقى في الاخر ايه العكه اللي هتحصل في النص، يعني لو جبتها ونفعت كمل، لو ما نفعتش روح للاله وخلص نفسك عشان خاطر ايه الامتحان مش هيبقى فيه وقت. فانا دلوقتي والله قدرت ان انا افكها، قدرت بقى عندي اس كل اس لوحدها كده. حلو، وخلي بالك ان انا عندي هنا ستيب فانكشن ستيب يونت هنا كده في الاول، فانا هو قايل له ان اليو اف اس دي بقى اللي انا عايز ارسمها هتساوي 1 على اس، 1 على اس ليه؟ لان هي يونت، يونت ستيب يعني 1، لما تتحول للاس هتبقى 1 على اس مضروبه في الكلام ده اللي هو 1 على اس زائد 1 في الاس زائد 2. والله هو ده بقى الكلام ان انا عايز احوله اليو اوف تي الواي اوف تي. احول الكلام ده الواي اوف تي ازاي؟ تعالوا نهندل شكل الموضوع ده شويه تبقى بالظبط كده. عملنا حاجه ما عملناش اي حاجه. دلوقتي انا عمال ازود في الباور والموضوع عمال يعك مني، فانا هعمل حاجه اسمها اناليسز او هفك الكلام ده، هجيب كل ترم لوحده. انا عايز احول الكلام ده لحاجه بتساوي عشان اقدر بقى اجيب لها ايه اللابلاس ترانسفورم بتاعها. عايز احولها والله لحاجه اسمها A على S، عايز افصل كل ترم لوحده يعني من الاخر، زائد B على S زائد 1 زائد C على S زائد 2. ساعتها بقى والله هرجع للتيبل بتاعي، لان الشكل ده اللي قدامك ده ما هوش ينفع يجي لاي تيبل، والشكل ده اللي فوق ده برضو انت لو حاولت تجيبها لاي تيبل برضو مش هينفع. حلو، طب انا اقوم عامل ايه؟ اول حاجه زي ما قلت لكم تفكر في الاناليسيس بتاع دي، ان انا احول لكل واحد كوس لوحده واقوم عامل الحل ده. ده اول حل يجي في دماغك. ما جاش الحل ده معاك، ما اتحلتش وطلع الرقم كومبلكس، هتروح للحل الثاني اللي انا قلته لك، ان انت تحاول تجيب حاجه شبه اللي انت عارفه. حلو كده، كل ده يا جماعه الرياضه ما هواش كنترول خالص.
حلو، هتقوم بقى ايه عايز تحل الكلام ده، هتحل الكلام ده ازاي؟ حد فيكم عارف الحاجات دي بتحل ازاي؟ اوكي، اللي تحت كده كده ايه اكنك هتحل الكلام ده يا جماعه، اكنك هتضربهم في بعض تاني، هتوحد مقامات من اول تاني وجديد، يعني هتعلم توحيد مقامات ايه بتاع ابتدائي ده. فانت عايز تعلم توحيد مقام من اول وجديد، هتقوم رايح قايل له ان الواي اوف اس دي المقام بيساوي المقام، يبقى البسط بيساوي البسط. فانت دلوقتي عايز توصل لمين؟ للبسط. في الحاله دي بجيب كل ممبر من دول واضربه في التو ممبرز التانيين اللي هم مش بتوعه، يعني اجيب الاي واضربها في ده وفي ده، واجيب البي اضربها في ده وفي ده، واجيب السي اضربها في ده وفي ده. من الاخر بتجيب كل ممبر وتضربه في الاذر ممبرز اللي معاه، اكنك بتعمل كروس مالتيبليكيشن. لما يبقى عندك مثلا اي على اس زائد بي مثلا على زد مثلا، مش احنا لما بنيجي نوحد مقامات بنضرب اس في زد وبعد كده البوست بنقول هي اي في زد زائد بي في اس، هي بالظبط نفس الفكره. فانت تقوله في الاخر انا عايز اوصل حاجه اسمها ايه؟ توحيد مقامات دي. اما اجي اوحد المقامات مع بعض اس في اس زائد 1 في اس زائد 2، المقام ما عنديش اي مشكله. انا دلوقتي عايز اوصل للبسط، البسط هيساوي ايه بقى؟ والله قال لك ان الاي هتتضرب في مين؟ في اس زائد 1 مضروبه في اس زائد 2 زائد البي هتتضرب في مين؟ في اس زائد 2 زائد السي هتتضرب في اس، وهتتضرب في مين تاني؟ في اس زائد 1. كل الكلام ده يساوي 1. حلو، اجيب بقى الاي والبي والسي دول ازاي؟ والله هتجيب اصفار المقامات. يعني ايه اصفار المقامات؟ يعني لو عندي الاس دي بتساوي 0 شوف والله النتيجه بتاعتك هتوصل لايه في الاخر، ولو عندي اس هتساوي سالب 1 شوف والله النتيجة هتساوي كام، لو عندك اس هتساوي سالب 2 والله شوف النتيجة دي هتساوي ايه، هتساوي كام. حلو قوي، لو اس بتساوي 0 يبقى الترم بتاع بي ده هيساوي 0، يعني الترم بتاع سي ده هيساوي 0، هيبقى ايه الترم بتاع ايه؟ هتبقى 2 ايه بتساوي 1، يبقى الايه هتساوي كام؟ نص. طب لو الاي بسالب 1، سالب 1 يبقى الترم بتاع الاي راح والترم بتاع السي راح، يبقى هجيب البي هتساوي كام؟ سالب 1 في بي يبقى سالب بي في 1 ببي، يبقى البي هتساوي كام؟ سالب 1. طيب الاس بتساوي سالب 2، يبقى الترم بتاع الاي راح والترم بتاع البي راح، سالب 2 زائد 1 بسالب 1، سالب 1 في سالب 2 طبعا بقى ايه شغل الحساب ايه ولا ابتدائي، يبقى السي هتطلع بكام؟ بنص. تمام كده، والله كده انا باشا انا وصلت قدرت ان انا اوصل لحاجه حلوه قوي. قال لك ان الواي اوف اس دي هتساوي نص على اس ناقص 1 على اس زائد 1 زائد نص على اس زائد 2. الأشكال دي مش بتفكركم بحاجة؟ شيل يا عم النص ده، خليه على جنب كده، واحد على اس، واحد على اس تتحول بإيه؟ واحد على اس تتحول واحد، يبقى النص هيفضل زي ما هو. فاهمين الفكرة في إيه؟ يا جماعة هو كلها تيبل، يعني أنت كلها إنك عايز تحول إيه؟ عايز تحول التيبل للشكل اللي إيه اللي أنت عايزه. واحد على اس زائد واحد تحول لإيه؟ اي باور نيجاتيف اي تي، الاي بكام؟ الاي بواحد، زائد النص، ارمي النص ده يا عم على جنب ماشي، واحد على اس بلس اي، خد النص ده كده ارميه على جنب، يعني دي كده خليها نص مضروبه في واحد على اس زائد اتنين. ده الشكل اللي هو بتاع الاي بس سوري بتاع الاكسبوننشال فانكشن، هتبقى النص هو على جنب هو زي ما هو في اي باور نيجاتيف 2 تي كده يا باشا. وصلت والله، انت وصلت للواي، تقدر انت تروح ترسم التي مع الواي اوف تي، تقدر ترسم الريسبونس تايم وتشوف الداله بتاعتك عامله ازاي، وساعتها تصمم الكنترولر بتاعك. فهمتوا الفكره عامله ازاي؟
تمام كده تمام. هبعت لكم ان شاء الله شيت، ممكن هبعته لكم على الاسبوع الجاي برضو، نكون حلينا اكتر على الجزء ده، نكون دخلنا شويه في الميكانيكال والالكتريكال بورت، ونحل بقى كله ايه عليه توتال مره واحده، فلسه هنظبطها يعني. هعمل لكم الفايل ده PDF وارفعه لكم برضو على مايكروسوفت تيمز. بس حد عنده اي سؤال اي استفسار في حاجه؟ لا تمام فكرك يا باشمهندس. تمام، شكرا لكم جدا يا جماعه، وشكرا لوقتكم. مع السلامه. مع السلامه.